استضاف مسرح البحرين الوطني فعالية العرض الأول للفيلم الوثائقي Leap of Faith الذي تم إنتاجه بمناسبة الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين في نوفمبر الماضي، تلبية لدعوة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وسلط الفيلم الوثائقي الضوء على زيارة قداسة البابا إلى مملكة البحرين بما حملته من دلالات مهمة تؤكد رسالة البحرين المتأصلة في تاريخها العريق باعتبارها موطنا للأخوة الإنسانية والسلام وملتقى للأديان والثقافات والحضارات. بالحقيقة احنا نتطلع للعرض الأول لهذا الفيلم المهم اللي يوثق الحقيقة ليس فقط الزيارة اللي قام بها قداسة البابا بناء على دعوة سيد جلالة الملك، ولكن أيضا تجربة البحرين في التعايش والثراء اللي في هذه التجربة والتنوع اللي موجود في مملكة البحرين على المستوى الثقافي وعلى المستوى الديني وعلى جميع المستويات الأخرى. أنا سعيد بوجودي هنا لحضور الفيلم الوثائقي، حيث كنت ضمن الوفد المرافق للزيارة التاريخية التي قام بها بابا الفاتيكان لمملكة البحرين في نوفمبر الماضي، وهو ما يعبر أيضا على ما وصلت إليه مملكة البحرين كمكان للحوار وقبول الآخر والتسامح مهما كان دينه أو مذهبه. بالتأكيد، والفيلم الوثائقي يعتبر مناسبة خاصة لأننا هنا في مملكة البحرين. لدينا رؤية جلالة ملك البلاد المعظم التي قطعت خطوات كبيرة لجعل مملكة البحرين بلدا لكل الأديان والمذاهب، ونتمتع بالسلام والتعايش. في الواقع أنا سعيدة جدا بأن هذا الفيلم الوثائقي سوف يترجم ما تعيشه مملكة البحرين من أجواء السلام والتعايش. رسالتي لكل العالم أننا بالإمكان أن نعيش جميعنا بسلام، والبحرين خير مثال على ذلك. أتمنى أن يكون هذا الفيلم له تأثير على العالم أجمع عن البحرين، وزيارة بابا الفاتيكان حدث عالمي كبير نقلته وسائل الإعلام العالمية، وإنتاج فيلم لهذا الحدث سيكون تسجيل تاريخي مهم.